صار أنا وباسل وأبغى أجرب الممر الذكي، كثير سمعت عنه وبشوف أقدر أمر ولا لا. يسعد مساك، يعطيك العافية. كثير عجبني وسريع ومريح، مريح حتى لكم أنتم بالمطار صح؟ نعم مريح، وممر ما في أي حواجز وما في أي مثل ما تشوفين أي بارتيشن، اللهم أنك تمشي. أول مرة أبغى أجرب الممر الذكي، دائما بالعادة الآي دي هناك، لكن اليوم أبغى أجرب الممر الذكي اللي سمعت عنه وشفت صراحة مقاطع الفيديوهات وكثير كثير تطالعين الكاميرا. هذا الممر اول ممر في على مستوى العالم. نعم. مشروع اماراتي وشباب اماراتيين مسويينه ما شاء الله، على ساكن على القوه والله. الله يسلمك. دائما تبهروا اسويها قبل اي شيء، تحطين الدوكمنت الجواز في مخباج، هذا الجواز بيدي، تطالعين الكاميرا هي على طول لفه في يدك، تحطينها في الشنطه. بعد خلاص بحطها بشكون على فكره. الحين في حد الفتره الحاليه فتره تجريبيه، ولكن الحمد لله النتائج ممتازه. الحمد لله الحمد لله. اقدر اجربه؟ تفضلي. طيب أكيد تمام. في أشياء معينة هذا حطيناه بالشنطة وأمر عادي وتمرين عادي. الله يسلم. أوكي. الكاميرا وأنتي ماشي عادي، مشي سرعتك العادية يعني، مشيتك العادية. أوكي. وتمشين وتتوكلين على الله. يلا بس بجرب. حياك الله. يا مرحبا يا مرحبا. تفضلي مع السلامة. خلاص أوكي ممتاز، بس انتهى الموضوع. هذا جواز ولا ختم ولا شيء. بس ولا اسهل ولا اسرع. اخوي حمد مشكور، يعطيك العافيه ومبروك حصولكم على المركز الرابع كجواز اماراتي، ما شاء الله عليكم وتستاهلون ان شاء الله المركز الاول بعد. الحمد لله، هذا فضل الله سبحانه وتعالى، فضل الشيخ عبد الله بن زايد. اي والله مو مقصر، وبعد البوابه ما شاء الله الممر الذكي اللي ما اشوفه. الحمد لله دائما سباقين سباقين، واول ممر في العالم الحمد لله ما شاء الله. يعطيك